بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس العاشر. وقفة مع الآية: وأذن في الناس بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت: أذن بالناس بالحج، يعني نادي الناس ليقبلوا على الحج. فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال: أذن علي البلاغ. فأذن للناس بالحج، فأجابه كل مسلم يحج إلى أن تقوم الساعة، فإنه يكون مجيبا لهذا النداء: لبيك اللهم لبيك. هذا إجابة بعد إجابة لندائك على لسان خليلك إبراهيم. فكل من جاء يلبي فهو مجيب لهذا الأذان الذي نادى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يأتوك رجالا، يعني ماشين، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي راكبين على الإبل التي تضمر من أجل السفر، ليكون ذلك أبلغ في سيرها وتخف أجسامها، تكون مهيئة للسير، تأتي من مسافات بعيدة، يأتين من كل فج، يعني من كل طريق، ومن خلال الفجاج، فجاج الأرض التي جعلها الله متطرقات للمسافرين بين الجبال وغيرها. الله جل وعلا جعل في الأرض فجاجا يسير معها المسافرون والركبان، من كل فج عميق، من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، يأتون مجيبين لهذا النداء: لبيك اللهم لبيك. يأتون من كل فج عميق، يعني بعيد، يأتون من أقاصي الأرض مجيبين لهذا النداء. فهذا نداء مستمر للناس، وتستمر إجابته كل عام من كل حاج لهذا البيت العتيق: توك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا في هذه المشاعر العظيمة، يشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية، منافع دينية لكسب الأجور والحسنات في هذه المشاعر المعظمة، من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوفا بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ومبيت بمنى ليالي أيام التشريق. كل هذا من مناسك الحج ومشاعر الحج، ليكتسبوا بذلك الأجور من ربهم عز وجل، ليشهدوا منافع لهم. أعظم المنافع هي منافع العبادات والطاعات وأداء المناسك، ومنافع دنيوية بالبيع والشراء. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني المتاجرة في موسم الحج لا مانع من ذلك، لأن هذا أيضا مما يعين على عبادة الله سبحانه وتعالى.